متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام في معرض ابو ظبي الدولي للصيد والفروسيه في موسمه 2016. طبعا من اهم الشركات الاماراتيه المتواجده في قسم الاسلحه شركه كركات، تصنيع محلي واجواء عندهم مميزه بامانه يقدمونها لزوار هذا المعرض. معانا المدير التنفيذي لشركة كركال أحمد سالم العامري، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، نشكر قناة بينونة على الاستضافة ونحن سعداء وكلنا فخر في شركة كركال أن نحن نكون في هذا المعرض من بين كل الشركات العالمية الموجودة وضيوفنا، ونحن نكون الشركة الوحيدة المصنعة للأسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، بداية حمد، اليوم شركة كركال تنافس شركات عالمية ضمن هذا المعرض الدولي، معرض أبو ظبي للصيد والفروسية. خلنا نتكلم عن مشاركتكم في المعرض وشو العرض الجديد اللي بتعرضين 2016. طبعا بدون شك نحن نفتخر بكون نحن الشركه الوطنيه الوحيده المصنعه للاسلحه الخفيفه في ليس في دوله الامارات ولكن في الشرق الاوسط. الحمد لله هذا فخر لنا ان نحن نثبت للجمهور، جمهور دوله الامارات وجمهور دول الخليج العربي واخواننا العرب الموجودين، عن فخر صناعتنا في هذا المجال اللي يعتبر فيه تحديات كثيره. نفتخر بالطاقم المواطن الموجود اللي الحمد لله قدروا أن يطورون من أنفسهم وقدروا أن يثبتون للعالم قدراتهم التصنيعية وعرضوا بعض هذه المنتجات في هذا المعرض. نعم، تأسست الشركة سنة كم؟ الشركة تأسست أخوي عبد الله سنة 2007. نعم. بدينا من منتج واحد وهو المسدس. الحمد لله اليوم نحن نفتخر ان نحن نوفر لقواتنا المسلحه واجهزه الامن ووزاره الداخليه كل احتياجاتهم من الاسلحه الخفيفه من المسدس مرورا بالبنادق الرشاشه وبنادق القناصه والاسلحه الهجوميه. نعم، عندكم قناصه بعد ما شاء الله. نعم الحمد لله، والقناصه تعتبر من اكثر المنتجات المميزه لشركه كركال. واذا تسمح لي اوضح لك ان السبب ان خذينا عقود اخرها عقد للجيش الالماني. ما شاء الله. وهذا بحد ذاته يدل على جوده المنتجات الاماراتيه، نحن كلنا نفتخر بهذا الانجاز اللي قبل 6 شهور تم الاعلان عنه. كذلك اعطانا بعد في اوروبا وفي امريكا وفي دول العالم. وبدت العالم تتخبر عن هذا المنتج وعن هذه الشركه وين مكانها، فالحمد لله. الحمد لله. طبعا هذا فخر لكل اماراتي عايش على ارض هذا الوطن الغالي ان اليوم تصنيعات محليه توصل الى المانيا وهم اهل السلاح واهل الانتاج. الحمد لله. فالعقود هذه بامانه فخر، وانتم جهود جباره تبذلونها تشكرون عليها بامانه. الحمد لله. هل عندكم يعني قسم مبيعات ايضا؟ نعم، عندنا قسم مبيعات وعندنا الكثير من المنتجات الجديده، ولكن اخوي عبد الله انا عندي شيء قبل المنتجات نفتخر فيه وعرضناه اللي هو اللي تشوفه ورايا، قسم كركال للمشاريع الخاصة. القسم هذا يبنى فيه العقول المواطنة، المهندسين المواطنين اللي تخرجوا من ألمانيا واللي درسوا في دولة الإمارات، وعطيناهم المساحة والدعم بعيدا عن خطوط التصنيع وضغطها، وعطيناهم بيئة يطورون من أفكارهم ويطبقونها إلى أرض الواقع. الشباب اليوم فخورين ونحن جازيناهم أن أعطيناهم قسم كبير يستاهلون. نعم الله ويوم. نعم، جهود تشكرون عليها. نعم، والحمد لله فرحناهم وفرحوا بهم الشباب المواطنين ليونا وقالوا هو شو هالقسم ومنو مسوي هالاسلحه والكستمايزيشن والابجريد اللي يسوونه لقطع سلاح متواجده عندنا في الاستخدام في قوات المسلحه وفي الاجهزه الامنيه. فالحمد لله هذا يعتبر اهم المنتجات اللي عندنا هذا القسم. الحمد كبداية. لله. الحمد لله. ايضا تعرضون مسدسات، انتم انشهرتوا باول السنوات. نعم. المسدسات صار لكم التصنيع 9 سنوات. نعم الحمد لله. 9 سنوات انجاز الحمد لله في دولة الامارات. والله العظيم اني فخور وانا قاعد. الله يطول في عمرك وعمرك ان شاء الله. الله يفخر بهالشيء، وهذا مجهود فريق عمل. وللامانه لو هاي الشركه ما حصلت الدعم اللي من شيوخنا ومن قادتنا ما كانت بتستمر، لان تحديات هذه الصناعه كبيره في كل دول العالم. لكن الحمد لله الدعم والتوجيه اللي هو في بعض المواقف يعتبر اهم، انه يوجهونا شيوخنا متابعينا بشكل مباشر
ويدفعون للامام ويعطون المعنويه ويعطون الدعم، الله يحفظهم ويطول اعمارهم. هذا الانجاز لهم، نعتبره ان نقدمه نحن كابنائهم في هذا المعرض وكل هالمنتجات الموجوده. فخرنا نحاول نرد لو شيء بسيط من الدعم اللي اعطونا اياه. نعم، الله يطول عمارهم ان شاء الله ويعطيهم الصحه والعافيه. شو حاب تقول للشباب اللي عنده هوايه في التصنيع او يبغي مثلا يشارككم هذا الانجاز؟ مثلا الشباب اللي متخرجين من المانيا واللي متخرجين كذا، هل عندكم انتم قسم للتدريب الشباب او؟ طبعا طبعا، نحن نرحب والباب مفتوح لكل مواطن عنده افكار، ولكل مهندس، ولكل يبغي يكون مهندس في هذا المجال. نحن كشركه كركال العالميه نرحبهم، موجودين نحن على التواصل اونلاين على موقع شركه كركال، وكذلك نرحبهم عندنا في المصنع للزياره. ونحن عندنا خطه لهم، لان اخوي عبد الله التوطين مو بمجرد توظيف، نعم، تاهيل وتدريب وتعليم. نعم، ونحن الحمد لله في السنه الماضيه، نعطيك مثال حي، سوينا اتفاقيه مع المعهد التقني اللي هو ادبتي. نعم، وتبنينا 40 طالب مواطن من الثانويه الصناعيه، فنحن سوينا اتفاقيه معاهم الحمد لله. خلصنا السنه الاولى، غيرنا المنهج لاخر سنه. نعم، في المعهد، وسوينا برنامج كركال اللي هو جيل كركال الصناعي. الحمد لله المرحله الاولى 20 طالب خلصوا ووصلوا الى شركه كركال الحمد لله، وان شاء الله السنه الجايه 20 الثانيين. فنحن نرحب بكل العقول المواطنين، ولكل شخص محتاج ان نحن ندعمه او عنده افكار، الباب مفتوح وهذا مصنعهم وفي اي وقت. هذا ابو سالم دل دل على دعم الحكومه الرشيده ودعمكم انتم كرؤساء تنفيذيين في هذه الشركه الاماراتيه المحليه اللي كل اماراتي يفتخر فيها. الحمد لله، كل الشكر لك وبيض الله وجهك، والله يعطيك الصحه والعافيه. الله يطول في عمرك، مشكور اخوي، الله يطول في عمرك. طبعا مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه حلقتنا، هذه هي المفاجاه اللي كنت اقول لكم عنها. ان شاء الله نلقاكم قدم في نفس الموعد، والى اللقاء.